قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان: المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جراسي يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 من سبتمبر. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافا مع واشنطن شركتها في حلف شمال الأطلسي ويدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة.